أحسن الله إليكم. في سؤال آخر تقول: هل المرأة التي لم تكن كبيرة في السن لكن ظهر الشيب في شعرها، هل يجوز لها استعمال صبغة الشعر؟ تريد التزين لزوجها، أفتونا مأجورين. يجوز صبغ الشيب بغير السواد، يجوز للمرأة أن تصبغ الشيب الذي في رأسها بغير السواد الخالص، وأما السواد الخالص فإنه لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. نعم. بعض الناس الشيخ يستعمل الكتم لكن يحيله حتى يكون أسود، هل العبرة باللون أو بنوعية المادة؟ العبرة باللون، الأسود الخالص لا يجوز، وأما الأسود غير الخالص فإنه يجوز من أي المواد. نعم. لو كان يميل إلى الزرقاء قليلا. نعم، المهم أنه ما يكون أسود خالص، عند حقق السواد منه فهو بحكم السواد. إذا كان أسود خالص فإنه محرم نص الحديث، أما إذا خف سواده وخالطه لون آخر فإنه لا بأس به. نعم.